او تغريده الامير محمد بن فيصل، هل تعني انه الباب مغلق امام مثل هذه الانباء، ولا المباراه بكره وبعدين نتفاهم؟ باب مغلق، ما ظنيت ان الباب مغلق، لان انا بقول لك بعض المباريات ممكن اليوم ما تكون تفكر، تجيك مباراه ممكن تفكر بجد، وبعدين هذه مي باول مره ترى. بالنسبه لموضوع الهلال مدربه، يمكن من 10 مباريات او 12 مباراه كل مره تطلع انه ممكن انه يمشي، ممكن وانه عقده لو جاء بعد فتره ممكن ينزل عمليه العقد. انا اشوف الشرط الجزائي، الشرط الجزائي انا اشوف ان مباراه الهلال برجوع لاعبينا بالوضع الاحترافي، يعني لو بتاثر على الهلال اثرت يمكن تقريبا من 10 مباريات، وانا نسمع جيسوس بيروح، جيسوس ملا جاي، فلان رايح، فلان. انا اشوف انه لا رئيس النادي ولا المدرب ولا اللاعبين هم يفكرون في المباراه اللي هي بيلعبونها. ولكن انا بقول لك حتى يعني لو راح مدرب الهلال جيسوس وجاء زوران، ترى زوران برضو مدرب كبير، وانا اشوف يعني طب لو كملت على فرضيتك، معليش ابو خالد، هل سبب استبعاد المدرب وجلب مدرب اخر فني او امور اخرى؟ والله شوف انا بقول لك اللي في الهلال يعني جيت من ناحيه الفني، وايضا كان في اشياء واضحه يعني بين المدرب وبين بعض اللاعبين، وزانت الامور. يعني احنا شفناه مع ادواردو، شفناه مع يعني كذا لاعب حقيقه في يعني خاصه لما تنتهي المباريات. تقصد لقطته مع ريفاس بعد الحزم الظاهر، مع ريفاس وحتى مع ادواردو وخربين، مع خربين ومع يعني مواقف سايره، يعني مو ما تقدر تخبيها هذه، يعني سايره وحتى يعني طلعت يعني في بعض المباريات. ولكن انا مش عشان صار خلاف بين مدرب ولاعب اني والله اشيل مدرب، لا، شيله مدرب يبي لها جلسه ويبي لها تدرسها فنيا، تدرسها ماليا، اشياء كثيره، مش تعال وشل المدرب. المدرب هذا لو بشيله ممكن يكلفني 6 مليون 7 مليون في لا، اصلا التعاقدات اللي انت سويتها بناء على مين؟ رؤيه من؟ لا انا اقول لك انت اول شيء التعاقدات وباللاعبين انت شاورت المدرب. الثاني شيء انا بقول لك، انت لما تجي تشيل مدرب اعطيه يعني مخالصه 6 مليون 7 مليون زي مدرب زي هذا كبير وله اسم وله تأسيفيه وذا، وحتجيب مدرب برضه ويكلفك 6 ولا 12 مليون ولا، يعني ترى فيها يعني لازم تحسبها، ولازم تعرف ان فعلا الوقت الفلاني ان المدرب هذا ما ينفع لي. يعني لازم تحسبها فنيا، تحسبها ماليا، تحسب الوقت كم باقي انا عندي مباراه ممكن تاثر على الفريق، وش المباريات اللي يعني ترى في بعض الناس يختارون المباريات برضو معينه اللي يقدر يشيل فيها المدرب اللي تكون مستواها اقل، يكون مباريتين ثلاث مباريات يجي المدرب مثلا، لما يجي مدرب جديد يقدر يمشي مع الفريق في المباريتين هذه، يعني فيها حسابات صراحه يعني كبيره. والمدرب العين يعني يعني متصدر، والهلال له سابقه يعني له سابقه بعد في فتره من الفترات كان احد المدربين مع الهلال الدور الثاني وهو متصدر، ولكن شاله وجاب مدرب غير. الكلام هذا من سنوات. وش اللي قريته؟ وش اللي قريته؟